مصادقة البرلمان الجزائري على التدخل في النيجر، الجزائر تتدخل عسكريا في النيجر. في تقرير استخباري للبنتاغون إزاحة عبد المجيد تبون ولو عن طريق الاغتيال أثار ما سمي بعقدة الجزائر واحتمال اغتيال تبون نفسه كأحد المصائر التي وضعت ضمن أوراق رسمية. مرحبا أصدقائي، فيديو جديد معكم صابر من فلسطين. جنون فرنسا والتفكير في اغتيال تبون بعد رضوخ كل من أمريكا وألمانيا وإيطاليا للجزائر سيدة الإقليم بدون منازع، والتي قالت ويل لكل من يتدخل في النيجر. فالجزائر تسحق فرنسا، والجيش الجزائري على أهبة الاستعداد لكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود الجزائر. فالجزائر لن تتدخل في أي حرب على النيجر، وستكتفي بتعزيز الحماية على الحدود الجزائرية وانتظار نتائج، لأن الصين والروس هم من سيدعمون بوركينا فاسو والنيجر ومالي في هذه الحرب. بتمنى منكم دعم هذه الحلقة بقوة فضلا وليس أمرا من خلال اللايك والمشاركة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وعلشان نوصل رسالة كل جزائري إلى فرنسا وإلى أذيال فرنسا بأنه لا خطر على الجزائر، فالجزائر الخطر بذاته. دعونا نرى في البداية هذا التقرير من البنتاغون، وذلك عن ما تحدث به رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية. دعونا نشاهد ومن ثم نستكمل ونرى الأسباب التي دعتهم للتفكير بذلك. ذهب رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية يسبق الرئيس الجزائري تبون، ومعلوم أن برنار ميي رئيس الاستخبارات الخارجية التابع لوزارة الدفاع الفرنسية، فإن أهم هدف كان لبرنار ميي إزاحة عبد المجيد تبون ولو عن طريق الاغتيال. كان هذا أمرا واضحا في أكثر من تقرير استخباري لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الصين أيضا، عندما تحدثت في فقرة أن تبون لديه عداء شديد من طرف برنار إيميه، وهو ما يجعل التوازنات في العلاقات الجزائرية الفرنسية صعبة للغاية. غضب ماكرون يعلمه الجميع من رئيس استخباراته الخارجية برنار إيميه المسرب من اجتماع 29 من يوليو، إنه لم ير ما هو قادم. هذا هو التعبير الذي سرب بعد اعتماد فرنسا على الرئيس محمد بازوم في النيجر، وعلى اعتقاد أنه قائد قوي وحليف صلب. لكن الذي حدث أثار أزمة كبرى ما بين الرئيس ورئيس استخباراته، وأهم ما حذف في التسريب أن ماكرون أثار ما سمي بعقدة الجزائر، وهو يتحدث إلى برنار إيميه: أنت لا تعرف إلا شيئا واحدا نعرفه جميعا، وكان المقصود تماما الجزائر واحتمال اغتيال تبون نفسه كأحد المصائر التي وضعت ضمن أوراق رسمية لسبب واحد، لأن هذا المصير سيكون من دون أثر شعبي إن كان عاجلا، وهذا الخيار أي العودة إلى الشارع وإلى الحراك، وأيضا محاولة إدارة عملية تجعل من تبون لا يأخذ آراء راديكالية واستراتيجيات راديكالية، لأن هذا سيدعم ما سمي بشعبيته، وهذا الذي يضع ولاية أخرى لتبون على رأس الأولويات بالنسبة للجيش والشعب إلى حدود هذه اللحظة. عندما سمعنا هذا التقرير المسرب من البنتاغون والتفكير في إزاحة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأي طريقة ما حتى لو كانت بالاغتيال، وبأن الجزائر أصبحت عقدة أوروبا والدول الغربية، نقول لهم أن الجزائر أرض الشهداء، وأن الجزائريون أكثر شراسة وصلابة من الرئيس تبون عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فهم يضحون بالغالي والنفيس في سبيل وطنهم الأم الجزائر، بلد الشهداء، بلد المليون ونص مليون شهيد. فما هي الأسباب التي جعلت عصبة الأشرار هذه أن تفكر في اغتيال الرئيس الجزائري؟ دعونا نشاهد. فالعم تبون عقلية شاوي يجرح ويداوي.
كفانا تواضعا، نستحق أن نكون أفضل مما نحن عليه ويمكننا ذلك. سنكسر كل الحواجز ولن نبالي، ومن يقف أمام قطار طموحاتنا سيكون مصيره تحت القضبان. هكذا أعلنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتنزل كلماته على الغرب كالصاعقة، بل وأكدها بالفعل والعمل. فمنذ أسبوع تقريبا قام تبون بزيارة بكين بعد أيام من زيارته لموسكو. الرئيس الصيني شي جين بينغ يستقبل تبون بنفسه وكأنه يقول هذه هي الجزائر بالنسبة لنا، على واشنطن أن تفهم الرسالة، فكل لبيب بالإشارة يفهم. يتعالي بالصحراء يفجر مفاجأة ويقول لقد قررنا الخروج من عباءة الغرب، نريد أن ننضم إلى منظمة بريكس ونضيف حرفا آخر لاسم المنظمة ليكون أول حرف من اسم بلدنا الجزائر. تلمع عين شي من المفاجأة، فالجزائر دولة لها ثقلها، ليرد الحكيم الصيني قائلا بالطبع مرحبا بكم، ولكنكم بذلك ستعادون الغرب وأمريكا. ليرد تبون في حزم لا يهمنا، سنقدم طلبا رسميا للانضمام إلى بريكس، سنكسر كل الحواجز وليغضب من يغضب. إنها تتعامل مع أي دولة حليفة لها بمبدأ الند للند دون النظر إلى قوة أو ضعف هذه الدولة. الصين لا تحاول فرض هيمنتها السياسية على حلفائها، رغم أنها دولة عظمى ذات إمكانات وقوة هائلة، قوة تؤهلها لفعل أي شيء. ثعالب الصحراء يقصفون جبهة الأمريكان بقوة ودون حتى أن يذكروا اسمهم. ولكن لماذا بريكس بالذات التي تطمح الجزائر للانضمام لها؟ وهل ستنجح في تحقيق هذا الطموح بالفعل؟ أصبح هذا التحالف كابوس الليل المزعج وشبح النهار المرعب للغرب عموما ولأمريكا خصوصا، فقد تحول إلى منظمة عملاقة تشكل أكثر من 40% من سكان العالم وأقوى الاقتصادات المتنامية والصاعدة بسرعة الصاروخ، تحت قيادة الدب الروسي والتنين الصيني الذي يستحوذ على 70% من اقتصاد المنظمة. تتعاون الدول الخمس في كل المجالات الهامة خصوصا الاقتصاد والأمن، وفي عام 2014 قاموا بإنشاء بنك مشترك خاص بهم باحتياطي طارئ 200 مليار دولار، فقد اجتمعوا كلهم على هدف واحد هو كسر هيمنة الغرب الاقتصادية والسياسية وتحجيم دور مجموعة السبع الكبار التي تسيطر على 60% من الاقتصاد العالمي. ذات مرة أراد الدب الروسي إعلان تحديه للغرب، فجلس بوتين أمام إعلام دول بريكس وكأنه يعلن قيادته لهذا التحالف قائلا قوة بريكس وتأثيرها العالمي يزدادان بشكل مضطرد كل عام عما سبقه. هذا أمر طبيعي، فدول المنظمة معروفة جيدا بثقلها السياسي وإمكاناتها الاقتصادية والعلمية الضخمة. يبدو أن الغرب ينتظر وحشا شرسا اقترب على الاكتمال، خصوصا وأن أكثر من 40 دولة غير الجزائر تسعى للانضمام إلى بريكس رغم شروط المنظمة المعقدة. من أشهر تلك الدول تركيا ومصر والسعودية وإيران وغيرها من الدول التي قد تقلب الطاولة في وجه غيلان الغرب. المشهد مرعب يا عزيزي، فغالبا ستكون هناك حرب تكسير عظام لن يكون فيها مكان للرحمة. بعدما رأينا هذا التقرير المفصل عن ما فعله تبون في الآونة الأخيرة والتقدم الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي والتقدم في كل المجالات لدولة الجزائر الحبيبة، إنها دولة الجزائر فخر العرب، دولة الجزائر البلد القارة، فهي دولة بحجم قارة. تحياتي لكم، كان معكم أخوكم صابر كلاب من فلسطين، نقول دوماً تحيا الجزائر وعاشت فلسطين عربية حرة. سلام.